لما تلاقي نفسك الصبح مش قادر تعمل اي حاجة في حياتك، وحتى في نص اليوم بتلاقي بطاريتك خلصت ومش قادر تعمل اكتر من اللي انت عملته، اللي هو مفيش. المشكلة هنا وقتها هتبقى مشكلة نفسية مش بدنية، لان الطاقة بتاعتك اصلا اتحرقت في حاجات ملهاش اي لازمة، وكمان ما عندكش حاجة تصرفها علشان يدولك اي طاقة تقوم حتى من مكانك. وقتها لازم تعرف ان انت محوط نفسك بناس مش ماشيين في نفس السكة ومش عاوزينك تمشي في سكتك، او اصلا مش مهتمين باللي انت بتعمله باي شكل، وشايفين كمان انه ملوش لازم. علشان كده وجودك مع حد مش شبهك ومش ماشي في نفس سكتك هو اكبر غلط ليك، وهيوصلك انك ما تعملش اي حاجة خالص. حتى لو الناس دول قريبين منك كنت بتفكر قبل ما تعمل اي خطوة يا ترى هم هيقولوا عليا ايه، والنتيجة في الاخر هتلاقيها صفر، لان انت مش هتقوم من مكانك اصلا. الخلاصة، اهتمامك بكل رأي حواليك هيخليك زي اللعبة كل واحد يمسكها شوية ويرميها. حاول ركز في دايرة علاقاتك القريبة، قريب او صاحب او زميل في الشغل، لانها اكبر دافع ليك انك تكمل مشوارك او تقف في مكانك. وقتها بقى ما تلومنيش.